بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنكمل بقية حلقات المنطق أو منطق تكنولوجيا الاتصالات، الموضوع الرابع إن شاء الله. النهاردة الجزء الأخير وهو الجزء الثالث، وهو بعنوان الذكاء الاصطناعي نموذجا ودور المنطق الرمزي في الذكاء الاصطناعي. حضرتك خدنا في الحصص اللي فاتت او في الحلقات اللي فاتت معنى السيبرنتيقة ومعنى النظام السيبرنتيقي، وخدنا دور المنطق في الذكاء الاصطناعي. النهاردة بقى دور المنطق الرمزي مع حضرتك مستر محمد طه شلبي، موجه بالتربية والتعليم. ايه المطلوب مننا النهاردة ان احنا نحققه في نهاية الحلقة؟ مطلوب ان احنا نستنتج دور المنطق الرمزي في الذكاء الاصطناعي، مطلوب ان احنا نقدر نستخلص دور المنطق في تمثيل المعرفة، مطلوب نقدر نميز ما بين المنطق الرتيب والمنطق غير الرتيب، مطلوب ان احنا نحلل المنطق كنموذج معياري للتفكير البشري والآلي على حد سواء، ونستخلص دور المنطق المرن في التشخيص الطبي والأطوال والأحجام. يلا بينا حضرتك زي ما تعودنا طول عمرنا ان احنا نجيب ورقة وقلم ونسجل المعلومات اللي ممكن تفيدنا في هذا الدرس. دور المنطق الرمزي في الذكاء الاصطناعي. طبعا مفيش اي خطوة في اي نظام ذكي الا والمنطق موجود وبشدة، خاصة المنطق الرمزي. يعني انا لما احب اعمل ذكاء اصطناعي او اعمل نظام ذكي يبقى لابد ان استخدم المنطق. عايز اعمل اسطوانة عليها لعبة، عايز اعمل روبوت بيطبخ بيقفل الباب بيفتح، عايز اعمل روبوت بيصنع سيارات، المهم ان انا عايز اعمل نظام ذكي. احنا اتفقنا قبل كده ان الذكاء الاصطناعي هو جعل الآلة تقوم بما يقوم به العقل البشري، تعمل كما يعمل العقل البشري، تحل المشاكل، تتخذ القرار، تقوم بخطوات، المهم ان هي تقوم بما يعمل به العقل البشري تماما. وبالتالي انا مش هقدر اعمل ده الا باستخدام المنطق الرمزي. لذلك بقول تتعدد الادوار التي يلعبها المنطق الرمزي في الذكاء الاصطناعي بتعدد النظم الذكية، فلا يكاد يخلو أي نظام ذكي من وجود بصمة منطقية تثبت أن المنطق هو النظام الأمثل لأي ذكاء اصطناعي. أنا عشان أعمل ذكاء اصطناعي أنا محتاج إيه من المنطق؟ أنا محتاج عنصرين أساسيين في الشغل بتاعي. محتاج إن أنا أستخدم آليات الاستدلال وأستخدم اللغة المنطقية الرمزية. يعني أقدر أعمل آليات الاستدلال اللي هي الأدوات اللي تساعدني على أني أوصل للمعلومات على أي نظام ذكي. كمان أنا أستخدم اللغة المنطقية الرمزية اللي هي أستخدم الرموز في شغلي زي ما هنعرف حال. يبقى الخلاصة أنه أي نظام ذكي يكاد لا يخلو من وجود بصمة منطقية، وأنا بستخدم أساسين أساسيين في الشغل بتاعي. أنا بستخدم آليات الاستدلال واللغة المنطقية الرمزية. طب إزاي ده بيتم؟ أولاً أنا بعمل حاجة اسمها تمثيل المعرفة أو مرحلة التجهيز للبرنامج الذكي. ثانياً أنا بشغل البرنامج من خلال آليات الاستدلال اللي هي مرحلة التنفيذ. ثالثاً أو في المرحلة الثانية أنا بحاول أعمل إدخال للمعارف أو مرحلة البرمجة. كذلك أنا بعمل أوامر الاستدلال الخاصة بالبرنامج الذكي على جهاز الحاسوب حتى يستطيع هذا البرنامج إنجاز المهمة المطلوبة منه، ويتم ذلك من خلال لغات البرمجة. يبقى حضرتك تاني أنا بعمل تمثيل المعرفة أو مرحلة التجهيز للبرنامج الذكي، أنا بشغل البرنامج من خلال آليات الاستدلال، أنا بعمل البرمجة، أنا بدخل المعارف على الجهاز، أنا بعمل أوامر الاستدلال.
لا بالراحة عليا كده، أنا مش فاهم حاجة. حاضر حضرتك دلوقتي، لو أنا عايز أعمل برنامج ذكي أو أنا عايز أتعامل مع مشكلة ما بذكاء، يعني إيه أتعامل مع مشكلة ما بذكاء؟ يعني عايز أعمل برنامج ذكي للمشكلة اللي قدامي. وليكن مثلا حضرتك أنا عايز أعمل أسطوانة عن أمراض الكبد، بحيث أي حد أي حد يدخل على الكمبيوتر أو يدخل على جوجل أو يدخل على محركات البحث المتنوعة ويكتب أمراض الكبد، يطلع له برنامج ذكي، يطلع له الدكاترة اللي بتتعامل مع هذا المرض، كيف أتعامل معاه، إيه الأدوية اللي ممكن أستخدمها، إيه الأعراض، يعني أنا عايز أجهز ده كله. طيب أول خطوة حضرتك، أنت راجل مبرمج، يبقى لازم الأول تعمل إيه؟ تلم معلومات وتجهز معارف عن هذه المشكلة الذكية. يعني هلم معلومات عن هذا المرض وخصائصه وكل حاجة عنه. طيب مطلوب مني إن أنا أحمل هذه المعلومات على الحسابات. أنا بعرفك يعني إيه تمثيل المعرفة. يبقى أول حاجة أنا عايز أتعامل مع برنامج ذكي بذكاء، يبقى لازم ألم معلومات وبيانات عن هذا الموضوع أو هذه المشكلة. هاخد المعلومات دي عشان أحملها على الحساب اللي هو جوجل أو فايرفوكس أو أي برنامج اللي هو برامج البحث على الإنترنت. مش هعرف، لأن المعلومات أنا جامعها باللغة العادية العامية أو العربية. الجهاز ما ينفعش يتعامل مع الكلام ده، هيبقى تقيل عليه. انا كل ده بعمل ايه؟ بجهز للبرنامج الذكي. يبقى بالتالي هبدأ ادور على لغة سهلة اقدر بيها اعمل الحساب او احمل هذا البرنامج على الحساب. مش هلاقي الا المنطق الرمزي. يعني هبدأ احول المعلومات او المعارف اللي انا جبتها الى معلومات رمزية أو إلى استخدام الرموز. لو تفتكر معايا إن أنا عندي جورج بول اللي جبر المنطق، أو حول المعرفة إلى رموز، أو استخدم العلاقات المنطقية للتعبير عنها بلغة رمزية، يبقى أنا هحولها إلى لغة رمزية. اللغة الرمزية دي هتساعدني على إدخال المعلومات أو المعارف على الحساب اللي هي مرحلة البرمجة، وهبدأ أطلع آليات الاستدلال على سطح المكتب عشان يقدر يحل لي المشكلة اللي أنا بحلها أو أقدر أوصل للمعلومات بسهولة. إذن إيه الخطوات حضرتك اللي أنت هتعملها عشان تقدر تعمل برنامج ذكي؟ هعمل تمثيل المعرفة اللي هو إيه؟ هلم معلومات أحولها لمعارف. المعلومات والمعارف ما أقدرش أحملها على الحسابات باللغة الطبيعية العادية، يبقى هحولها إلى رموز. برافو، هستخدم اللغة الرمزية اللي عملها جورج بور، هحولها لرموز، هحملها على الحسابات، هتبقى سهلة وبسيطة وسريعة. هعمل آليات الاستدلال وأحطها على سطح المكتب. يبقى أنت عملت إيه حضرتك؟ سهلت عملية وصول إلى المعلومات عن طريق آليات الاستدلال، خليتها عملية سريعة وبسيطة لما أنت حولت المعلومات إلى رموز. يبقى ده اسمه تمثيل المعرفة، مرحلة التجهيز للبرنامج الذكي، تشغيل البرنامج من خلال آليات الاستدلال. هنفذ، هبرمج، هدخل المعرفة اللي أنا عملتها على الإيه؟ الحسابات الموجود، وأطلع آليات الاستدلال على سطح المكتب. طيب تقسيم الأدوار المنطقية في الذكاء الاصطناعي. حضرتك أول حاجة يمكن تقسيم الأدوار المنطقية في الذكاء الاصطناعي إلى 3 أدوار. أول دور اللي هو تمثيل المعرفة، اللي هو استخدام المنطق كتقنية مباشرة وفعالة لتمثيل المعرفة، رغم إن في طرق أخرى بس أنا هستخدم المنطق. إزاي يا أستاذنا؟ ما أنا لسه قايل لحضرتك وهرجع أقول لك تاني كمان بس أما نخلص دي. طب رقم 2، أنا هستخدم المنطق كمصدر لأنماط متعددة من التفكير، استخدام آليات الاستدلال المتعددة. يعني هستخدم المنطق لتفكير الآلة
وتفكير البشر. هنعرفك الوقت. طب ايه كمان؟ اسهام المنطق في تصميم وبناء العديد من لغات البرمجه، وخاصه البرمجه بالمنطق بورلوك. يبقى انا هعمل ثلاث ادوار. طب ما تيجي نشوف الادوار دي دور دور كده بالراحه. حاضر، نبدا الاول بالدور الاولاني، الا وهو دور المنطق في تمثيل المعرفه. لسه حضرتك معرفه لك دلوقتي، اللي هو التجهيز للبرنامج الذكي. هتعمل ايه يا سيد؟ قال له والله انا عندي مشكله عايز اتعامل معاها بذكاء، عايز اعمل اسطوانه عن ماتش كوره، مباراه. هتعمل ايه الاول؟ هلم معلومات او بيانات عنها، بعدين هحول البيانات او المعلومات لمعارف. المعرفه دي كامله او ناقصه؟ هاخدها احملها على الحسابات. ما ينفعش يا سيدنا. طب ليه؟ اللغه الطبيعيه العاديه اللي بنتكلم بيها لا تصلح للتحميل على الحسابات، تقيله، مليانه حشو، مليانه غموض. يبقى نعمل ايه؟ نبحث عن لغه بسيطه. تصدقوا يا جماعه في واحد اسمه جورج بول عمل لنا منطق اسمه المنطق الرمزي، جبر المنطق. طب ما تيجي ناخد المنطق الرمزي ده ونحول المعرفه اللي احنا جمعناها الى لغه رمزيه بسيطه. يلا يا سيد. جميل، هنحملها على مين؟ على الحسابات. يبقى سهلت آليات الاستدلال. طب اهو تاني، بظهور الذكاء الاصطناعي أدرك العلماء أن تعامل الإنسان مع مشكلة ما بذكاء يأتي نتيجة المعلومات المتوفرة لدي عن هذه المشكلة أو البيئة المحيطة به لإدراك الملابسات. يعني جمع معلومات عن المشكلة اللي انت عايز تعمل، وجمع معلومات عن البيئة المحيطة به، لم أكبر قدر ممكن من المعلومات. لمينا. استخدم قدراتك العقلية وحول المعلومات إلى معرفة. يعني معلومات صحيحة بقى، كاملة وناقصة، ظبطها انت بقى حضرتك، اقعد مع المختصين، حول الكلام اللي انت جبته ده إلى معلومات صحيحة، معلومات كاملة، وهكذا. الخطوة الثالثة هنعمل ايه؟ عايزين نحملها على الحسابات عشان نحاكي العقل البشري. هجيب الحسابات، جوجل، فايرفوكس، اي مجال اللي هو بيبقى عليه بيانات انا اقدر ابحث اجيبها. يبقى محاكاة العقل البشري تستلزم ان انا ازود الحسابات دي بحصيلة ضخمة من المعرفة تمكنها من التعامل بذكاء مع اي مشكلة. اطلب من على جوجل يجيب لي كذا، يجيبه لي في ثانية. يبقى لازم أعمل إيه؟ أحمل المعلومات على الحسابات. طب اللغة بتاعتنا ما تنفعش، يغلب عليها الحشو، يغلب عليها اللبس، فيها معلومات زيادة، فيها كلام كتير ولك. يبقى نعمل إيه يا جدعان؟ تعال ندور على لغة بديلة تمتاز بالدقة. يبقى هناخد اللغة المنطق الرمزي اللي عمله جورج بول، اللي حول الكلام لرموز. موجزة بسيطة سريعة هتظبط لي الدنيا. يبقى أنا عملت كده تمثيل إيه؟ منطق. يعني حولت الكلمات والعلاقات المنطقية وهذه الأشياء كلها إلى منطق رمزي، إلى لغة رمزية. طب ده يعمل إيه؟ هيسرع آليات الاستدلال. يعني ايه؟ يعني هيخليني اوصل الى المعلومه بسرعه، هعمل عمليه استدلال سريع من خلال سلسله من المعلومات الاوليه البسيطه واسترجاع المعلومات السريع. ده اول طريق، اللي هي التجهيز للبرنامج الذكي، واللي هي ادخال المعرفه والبرمجه، واللي هي مرحله التنفيذ، واللي هي الثالثه ان انا هاخد اليات الاستدلال واحطها على سطح المكتب عشان خاطر حضرتك ان انا اقدر اوصل للمعلومه بسرعه. ده اول دور من ادوار المنطق، تمثيل المعرفه. طب اشمعنى خدت المنطق؟ والله عندي لغات كتير جدا او عندي طرق كتير جدا، بس المنطق هو افضل لغه وافضل طريقه في تمثيل المعرفه. طب الدور الثاني، المنطق مصدر لانماط التفكير. مش فاهم يعني ايه؟ يعني حضرتك ان انا عارف كويس قوي ان المنطق علم مبادئ التفكير. منطق علم مبادئ التفكير الصحيح،
علم مبادئ دراسة التفكير. طب والمنطق قبل كده هو قلب الذكاء، يبقى التفكير قلب الذكاء الاصطناعي. يعني ايه؟ يعني انا عايز الآلة تحاكي العقل البشري، يبقى بتفكر زيها زي مين؟ زي العقل البشري. يبقى العلماء سيدركون ان المنطق علم مبادئ التفكير، والمنطق قلب الذكاء الاصطناعي، يبقى التفكير قلب الذكاء الاصطناعي، يبقى المنطق هو احسن حاجة وافضل حاجة تخلي البشر يفكروا، والآلة على حد سواء. يبقى انا هستخدم المنطق كمصدر لأنماط التفكير البشري وكمصدر لأنماط التفكير الآلي زي بعض بالظبط، لأن المنطق قلب الذكاء والتفكير قلب الذكاء، لأن المنطق علم دراسة التفكير. يبقى أنا هستخدم نمط التفكير الاستنباطي كعلم يساعد على أن الآلة تفكر وأن البشر يفكروا. ليه؟ النمط العادي من التفكير ما ينفعش في كثير من المشاكل، ولا ينفع ان الآلة تشتغل، ولا ينفع ان البشر يشتغل. يبقى اول دور للمنطق تمثيل المعرفة، لم المعلومات عن الموضوع، نجيب المعلومات ونحولها الى رموز، الى معرفة، نجيب المعرفة ونحملها على الحسابات ما ينفعش، نقوم نحولها لرموز، الرموز بتساعدني على سرعة آلية الاستدلال وتساعدني على المعرفة السريعة. أنا عايز أعمل آلة بتفكر، يبقى استخدم المنطق يا سيدي. طب ليه يا عمنا؟ لأن المنطق علم دراسة التفكير، والتفكير قلب الذكاء الاصطناعي، لأن المنطق أصلاً قلب الذكاء الاصطناعي، لذلك إنه النموذج المعياري والأمثل لجعل الآلة تفكر وجعل البشر يفكر. يبقى النمط التفكير الاستنباطي هو اللي هيستخدمه علماء الذكاء الاصطناعي لجعل البشر يفكرون والآلة تفكر، يبقى المنطق مصدر لأنماط التفكير. طب تلات، إسهامات المنطق في تصميم وبناء العديد من لغات البرمجة. وركز هنا قوي، خلي بالك الحتة دي مهمة جدا. طب قول يا سيد، أول حاجة حضرتك انه انا عندي اشياء كثيره جدا للتفكير المنطقي داخل الذكاء الاصطناعي. انا عندي المنطق غير الرتيب، وعندي المنطق المرن، وعندي التفكير بالحس المشترك. هجيب لك انت عندك في منهج سنه ثالثه السنه دي المنطق غير الرتيب والمنطق المرن. لما تيجي نشوف كده المنطق غير الرتيب، بص حضرتك هنا عندك حاجتين، عندك منطق رتيب وعندك منطق غير رتيب. طب انا عايز اعرف المنطق الرتيب ده ايه؟ المنطق الرتيب حضرتك ان انت عندك مقدمات بتساعدك للوصول الى النتائج، يعني عمرك ما توصل للنتائج بدون المقدمات. تمام، مقدمة ستؤدي الى نتيجة، ولكن في عصر السرعة والان نريد الوصول إلى النتائج بأقل عدد ممكن من المقدمات. أنا عايز معلومتين ثلاثة كده يمشوا الحال، أقوم أنا أقفز وأصل إلى النتيجة فجأة. العصر عصر سرعة، فراح جاي مين؟ جون ماكيرسي. عمل إيه؟ عمل للمنطق الغير رتيب. يعني إيه مش فاهم؟ يعني عمل نوع جديد من المنطق أستطيع من خلاله أن أصل إلى النتائج بعدد قليل جدا من المقدمات. أو تاني حضرتك، إيه الجهاز اللي قدامي ده؟ ده أحد أجهزة المنطق غير الرتيب، يستخدم في الطب. إزاي مش فاهم حضرتك؟ المنطق غير الرتيب هو إنه لازم يبقى عندي مقدمات عشان أوصل لنتائج. اعتاد البعض النظر للمنطق على انه لازم مقدمات اوصل لنتائج. تفكير رتيب يا سيدي، المنطق قاطع وصارم ورتيب، لن تصل الى النتائج بدون المقدمات. لا حضرتك، انا عايز اوصل من غير نتائج، يبقى انا لازم استنتج النتائج
بعدد قليل من المعرفة، مش لازم أملك المعرفة كاملة كي أصل إلى النتائج. يبقى أنا أريد القفز إلى النتائج مع وجود بعض الأدلة والبراهين. يبقى هنا جون ماكيرسي سنة 1970 اخترع نوع جديد من التفكير يمكنني من القفز إلى النتائج بأقل عدد ممكن من المعلومات، وبالتالي التغلب على مشكلة الرتابة. لا، أنا عايز أفهم بالراحة كده، حضرتك دلوقتي عشان تروح تحلل في المعمل، فحضرتك بتروح تحلل، ياخدوا عينة من الدم ياخدوها يحللوه. لا، أنا عايز أقعد في البيت وأجيب جهاز صغير كده ياخد مني نقطة دم ويطلع لي النتيجة في لحظتها. مش لازم أروح المعمل، ومش لازم أعمل مش عارف إيه، ومش لازم ومش لازم. في جهاز اسمه جهاز بيرس موجود عند الأطباء، حضرتك تديله الأشعة، تديله صور التحاليل يقراها. الجهاز ما دخلش كلية الطب، ده احنا مدينه ملقمينه كده شوية معلومات، ما درست 7 سنين في كلية الطب. هذا الجهاز قادر على القفز إلى النتائج. تديله حضرتك التحاليل، تديله حضرتك صور الإشعاعات، تديله حضرتك كل التقارير اللي جايه لك الطبية، يقراها ويصف لك العلاج ويصف لك كل شيء، بل ينصحك أحيانا بإنك تعمل بعض التحاليل. يعني هنا أنا قفزت إلى النتائج بدون ما أخش كلية الطب وبدون ما أعمل حاجة. يبقى حضرتك عندك هنا نوعين، منطق رتيب قاطع صارم، المقدمات تؤدي للنتيجة، لازم أروح أعمل تحاليل، لازم أروح للدكتور يقراها، لازم الدكتور يكون درس 7 سنين في كلية الطب وعمل مش عارف إيه. لا حضرتك، أنا ممكن أستخدم الجهاز ده يعني إيه أوصل للنتائج بأقل عدد من المقدمات. مين اللي عمل لنا الكلام الحلو ده؟ جون ماكيرسي سنة 1970 اخترع هذا النمط وأدى إلى القفز إلى النتائج بدون أن يكون لدي معلومات أو بوجود أقل عدد ممكن من المعلومات، وبالتالي تغلب على مشكلة الرتابة. طب اتنين، المنطق المرن. حضرتك برضو هنا عندك حاجتين، المنطق المرن والمنطق غير المرن، المنطق ثنائي القيمة والمنطق متعدد القيمة. طب الأول المنطق إيه؟ ثنائي القيمة. مين المنطق ثنائي القيمة ده؟ أبيض وأسود، صادق كاذب، صفر وواحد، بتاع ليبنتز، تمام، اللي كان السبب في ظهور نظم المعلومات بعد كده. يبقى منطق كان له دور. يبقى المنطق الثنائي أنه لا يعترف إلا بقيمتين فقط، أبيض أسود، طويل قصير. طب حضرتك ممكن نسألك سؤال؟ اتفضل. هل المنطق الثنائي ثنائي القيمة يصف الواقع؟ تعال حضرتك نخش فاصل وتعال نشوف أطوال التلاميذ، سنجد أن هذا الفصل كله حاجتين اتنين، طويل وقصير. خطأ، حضرتك بتغلط نفسك. انت هتلاقي الفصل طويل، أقل طولا، أقل ثم أقل ثم القصير ثم الأقصر ثم الأقصر منهما. يعني الفصل إيه يا جدعان؟ درجات قيم مختلفة. يبقى هنا الحل إن أنا أعمل نوع جديد من المنطق يحاكي الواقع. من؟ المنطق المرن. ما هو المنطق المرن؟ المنطق متعدد القيم، المنطق الذي يقول، يعني لا يقول دائما وإنما يقول أحيانا وربما ويحتمل أن، المنطق اللي بيوصف الواقع زي ما هو. حضرتك دلوقتي لو جبت خط أعداد تعال نكتب عليه الانبساط والانطواء، هتلاقي شخص إيه؟ انبساطي، وإيه كمان؟ وشخص انطوائي بس. غلط، خاطئ، هذا ليس الواقع. أمال الواقع إيه؟ شخص انبساطي ثم أقل انبساطية ثم شخص آخر أقل ثم أقل
لغايه ما توصل لمين؟ للشخص المنطوي والاكثر انطواء والاكثر اكثر انطواء، يبقى حضرتك قسمت الناس عليها وما جبتليش منطق ثنائي. مين اللي عمل المنطق المرن ده؟ لوكاش فيتس. تعال نشوف تاني، ايه يا عم المنطق المرن والغير مرن؟ هو نوع من المنطق متعدد القيم، اي انه اكثر من قيمتي الصدق والكذب. المنطق الثنائي هو المنطق اللي يعمل قيمتين اتنين بس. هل هذا المنطق الثنائي يواكب الواقع او يحاكي الطبيعه؟ العباره خطا. لذلك نوع من المنطق متعدد القيم، هذا اللون انشاه لوكاش فيتس. بيقول ايه؟ هو قادر يمثل المعاني، هو قادر يعبر عن اللغه الطبيعيه في تمثيل المعرفه كما هي على طبيعته. يعني ايه يا عم؟ يعني المنطق اصبح مرن وبقى ماشي مع الذكاء الاصطناعي، وقدروا ان هم يتعاملوا مع اكثر من قيمتين. انما فيما مضى كان يتعامل مع قيمتين، زي قانون الثالث المرفوع. اما او قانون الثالث المرفوع ده حضرتك، او قانون عدم التناقض، ينطبق على مين؟ على المنطق غير المرن، على المنطق ثنائي القيمه. ما هو بيقول لك اما او، اما ان اصف الشيء بالصفه او نقضها، لكن ما اقدرش اجمع الاثنين. تمام، يبقى حضرتك هاتين القيمتين لم تعدا كافيتين للتعامل مع القضايا او المواقف. يبقى لازم ان انا عشان استخدم التشخيص الطبي او الاطوال والاحجام، ان انا اشتغل بالمنطق المرن وليس المنطق مين؟ ثنائي القيم. طيب هات لي مثال على المنطق المرن، المنطق ثنائي القيمه. حاضر، المنطق ثنائي القيمه اللي هو ايه؟ هات له بقى حضرتك اللي هو قانون الثالث المرفوع، اما ان يكون الف او لا الف ولا وسط بينهم، ده كده اللي هو ثنائي القيمه. لكن انا لو جيت للطبيعي بقى، المنطق المرن انه طويل او اقل طولا او اكثر طولا او غير طويل او قصير، فبالتالي حضرتك هنا في كثير من القيم وكثير من الاشياء يبقى لازم اغير. يبقى انا غيرت من المنطق الرتيب للمنطق غير الرتيب، من صرامة المنطق وقطعيته الى المنطق المرن، من صرامة المنطق وقطعيته الى المنطق غير الرتيب اللي قدر انه يقفز الى النتائج. كمان انتقلت من المنطق غير المرن ثنائي القيمة الى المنطق متعدد القيم اللي يقدر يوصف الطبيعة ويمثل المعرفة على إيه؟ علتها. لما تيجي بقى نراجع على اللي احنا خدناه وكده، احنا كده خلصنا الموضوع الرابع، وهنبدأ من المرة الجاية ان شاء الله نعمل مراجعات، بس حاليا نراجع على الجزء اللي احنا خدناه. قيمتي الصدق والكذب لم يعدا كافيتين للتعامل مع القضايا أو المواقف التي تشتمل على درجة متفاوتة من الحكم، مثلا في التشخيص الطبي أو الأطوال والأحجام أو الحالة الإنفعالية وغيرها. تشير العبارة السابقة إلى المنطق الصوري ولا الغير رتيب ولا الرتيب ولا المرن؟ قيمتي الصدق والكذب دول اللي هم إيه؟ المنطق ثنائي القيم. طب حضرتك انا بقى مش محتاج ده، انا عايز حاجه تانيه. ايه؟ سامع حضرتك، برافو. المنطق المرن اللي هو بيصف كل حاجه، بيصف الطبيعه زي ما هي ويمثل المعرفه. اعتاد الناس التوصل الى النتائج، وذلك بوجود العديد من المقدمات، بحيث لا يمكن ان نصل الى النتيجه بدون هذه المقدمات. يشير ذلك إلى المنطق الرتيب ولا المرن ولا الصوري ولا الغير رتيب؟ لازم نتائج عشان نوصل لمقدمات. لا، ده أنا هوصل للنتائج بأقل عدد من المقدمات. برافو، المنطق الرتيب. لا يمكن أن نصل لنتيجة بدون هذه المقدمات، يبقى ده المنطق الإيه؟ الرتيب. يبقى اعتاد الناس التوصل إلى النتائج
لازم يبقى فيه مقدمات. امال ايه المنطق غير الرتيب ده؟ المنطق غير الرتيب اقدر اوصل الى النتيجه بدون مقدمات. ففي السؤال بيقول لك لا يمكن ان نصل الى النتيجه بدون المقدمات، يبقى المنطق الرتيب على طول. اصبح المنطق يتعامل مع قيم من المحتمل، من الممكن، ربما، يحتمل ان، يعكس ذلك اسهامات جون فين، جورج بول، لوكاش فيتس، ولا فيليه لبينتيز. جون فين وجورج بول دول بتوع جبر المنطق، تحويل الكلام لرموز. لبينتيز بتاع المنطق الثنائي. لوكاش فيتس بتاع المنطق متعدد القيم. طب من المحتمل ومن الممكن وربما ويحتمل ان، برافو لوكاش فيتس، المنطق متعدد القيم المرن. تزويد الآلات والحواسيب بمعلومات تجعلها تقفز إلى الحلول بسرعة وبقدر قليل من المعلومات، يعكس ذلك أحد إسهامات جورج بول، لوكاش فيتس، جون فين، جون ماكيرسي. مين اللي خلانا نقفز إلى النتائج بأقل عدد من المقدمات؟ مين اللي خلانا ننتقل إلى المنطق غير الرتيب؟ تمام، برافو على حضرتك، جون ماكيرسي. لأن جورج بول وجون فين بتوع مين؟ أيوه، المنطق الرمزي، بتوع جبر المنطق. لوكاش فيتس بتاع المنطق الإيه؟ المرن. يبقى جون ماكيرسي بتاع المنطق غير الرتيب سنة 1970 بعد ما كنا بنستخدم المنطق الرتيب. اعتمد الذكاء الاصطناعي في البداية على علم المنطق ثنائي القيم الذي يقوم على مبدأ عدم التناقض والثالث المرفوع، لكن ظهور معلومات غامضة وفضفاضة دفع علماء الذكاء الاصطناعي إلى الاعتماد على نوع جديد من المنطق. تدل المقولة السابقة على استخدام المنطق متعدد القيم ولا الرتيب ولا الصوري ولا الغير رتيب؟ تمام، برافو، المنطق متعدد القيم. ليه؟ لأنه يحاكي الواقع، يحاكي الطبيعة. يقول ميشيو كاكو أن المهندسين يعملون الآن على خلق طبيب إنساني يظهر على ساعة معصمك أو على شاشة جدارية ليعطيك نصيحة أساسية بدقة تبلغ 99% مجانا. ستتكلم معه عن أعراضك وسوف يصل إلى بنوك معلومات المراكز الطبية الرائدة في العالم من أجل الحصول على أحدث المعلومات العلمية، وسيخفض هذه الزيارات غير الضرورية إلى الطبيب. يبرهن القول السابق على الدور الذي تؤديه الروبوتات في حياتنا باعتبارها بديل للقدرات العقلية للإنسان. تنفيذ مهام بدقة بالغة تحاكي النظام العضوي للإنسان، تعزز التعاطف مع الآخرين. ها، طبيب على ساعتك أو على الجدار بيديك معلومات دقيقة من غير ما تروح المراكز. برافو، تنفيذ مهام بدقة بالغة، لأنه بيقول لك تبلغ 99% وببلاش. طور الدكتور لطفي زاده الابحاث المتعلقه بنقل الوظائف الذهنيه الى الالات الحاسبه الالكترونيه التي تستجيب لاوامر غامضه من قبل البشر، ووضع اطار تتعدد فيه احتمالات الاستجابه بدرجات متباينه وينتقل الاقرب الى الصحيح. يثبت الموقف السابق دور المنطق المرن ولا الرتيب ولا الصوري ولا الرمزي. تمام، برافو على حضرتك، المنطق المرن. استخدام برامج الذكاء الاصطناعي معلومة رمزية من علم الأمراض النبات مثل العفن نوع من الفطر ليتوصل إلى معلومة رمزية أخرى وهي الأضرار التي يسببها الفطر بشكل عام وبالتالي تسبب العفن عموما. يدافع الفقرة السابقة
عن صلة المنطق بالذكاء الاصطناعي من حيث التفكير بالحس المشترك، ولا استخدام اللغات الطبيعية، ولا التفكير غير الرتيب، ولا استنباط النتائج؟ ها، أنا عندي معلومة هوصل منها المعلومات تانية. أيوة تمام، استنباط النتائج. قيمتي الصدق والكذب لم يعدا كافيتين للتعامل مع القضايا أو المواقف التي تشتمل على درجات متفاوتة من الحكم، مثلا التشخيص الطبي أو الأطوال والأحجام أو الحالة الإنفعالية وغيرها. استخلص من العبارة السابقة المفهوم المشار إليه مطبقا بمثال من عندك. تقول إيه الإجابة؟ إيه المنطق المرن، لأن قيمتي الصدق والكذب هما المنطق الثنائي. مثال: الشخص حسب الطبيعة إما أبيض أو أقل بياضا أو أقل حتى أصل إلى درجة الأسود أو الأكثر سوادا أو الأكثر والأكثر وهكذا. يبقى الناس درجات مش أنواع. بكده حضرتك نهينا المنهج، نهينا الموضوع الرابع. إن شاء الله هنبدأ من الحلقة الجاية هنعمل مراجعة على الثالث والرابع، وهنعمل مراجعات شاملة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.